هيك ضل تحكي يا شام، ضل تحكي يا شام، وهيك ضل تحكي يا شام، ضل تحكي يا شام. خلي الحزن بدفترك وورقة، يكفيكي كرامة ومجد ما بينام، فيكي كرامة ومجد ما بينام، فيكي شعب بيموت. صباح الخير لكل المشاهدين الإخبارية السورية ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد وبحلقة جديدة. إن شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير وكل الحب وكل البركة لكل المشاهدين. دائما هيك بس نفيق الصبح نقول يا رب، ونكون عنا أمل أنه بكرة أحلى وبكرة أحسن على الكل إن شاء الله يا رب. عم نطلع عليكم بصباحنا من المتحف الوطني، هذا المكان يلي بيعني لكل مواطن سوري بيستمد منه الجمالية والطاقة الحلوة. عن جد يعني هذا المكان كتير له خصوصية عند الكل. خليني صباح النور. صباحو يا نور. يسعد صباحك ليا. مثل ما قلتي هيدا المكان له خصوصية عند كتير من الناس، في ذكريات تاريخية كتير جميلة، وإن شاء الله كمان بنوثق القصص الكتير اللي عم تصير معنا خلال هاي الفترة. رحلتنا الصباحية بلشت فيها مواضيع عديدة ومتنوعة بتلامس الشارع السوري من دمشق والمحافظات السورية، لكن دائما تحيتنا بالبداية لرجال الحق، رجال الجيش العربي السوري. اليوم 4 تموز كتير من الأحداث تسجلت بمثل هاليوم، من وفاة العالمة ماري كوري، هي أول امرأة بتحصل على جائزة نوبل والوحيدة اللي حصلت عليها مرتين بمجالين مختلفين، مرة بالفيزياء ومرة بالكيمياء. تفاصيل من حياتها بالتقرير التالي. ماري كوري هي ماري سالومي سكلودوفسكا، عالمة فيزياء وكيمياء بولندية، ولدت في عام 1867. اكتسبت الجنسية الفرنسية فيما بعد، عرفت بسبقها وأبحاثها في مجال اضمحلال النشاط الإشعاعي، وهي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة التي حصلت عليها مرتين وفي مجالين مختلفين، مرة في الفيزياء وأخرى في الكيمياء. التحقت بجامعة السوربون وتفوقت في دراستها وحصلت على الدرجة العلمية في الفيزياء والعلوم الرياضية عام 1894. تزوجت من بيير كوري عام 1895 وكان باحثاً بارعاً. اكتشفت مع زوجها عنصري البولونيوم والروديوم، وليحصلا مشاركة على جائزة نوبل في الفيزياء، كما حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1911، وهي أول امرأة تتبوأ رتبة الأستاذة في جامعة باريس. من إنجازاتها وضع نظرية للنشاط الإشعاعي، وإليها ينصب مصطلح نشاط إشعاعي، كما ابتكرت تقنيات لفصل النظائر المشعة، وتحت إشرافها أجريت أول دراسات لمعالجة الأورام باستخدام النظائر المشعة، كما أسست معهد كوري في باريس. خلال الحرب العالمية الأولى أسست أول مراكز إشعاعية عسكرية، وفي عام 1898 اكتشفت أول عنصر كيميائي مشع وأطلق عليه اسم البولونيوم نسبة إلى بلدها الأصلية. خلال الحرب العالمية الأولى أصبحت عضواً في منظمة بولندا الحرة. زارت ماري كوري وطنها الأم بولندا للمرة الأخيرة في حياتها، إذ توفيت بعد شهرين من تلك الزيارة في 4 يوليو عام 1934، بعد إصابتها بفقر الدم اللاتناسجي الناجم عن تعرضها الزائد للعناصر المشعة.
ومتابعينا بصباحنا لليوم، حيث مثلت اللقاحات واحد من أعظم قصص النجاح في تاريخ الطب الحديث. فتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه قد أمكن تلافي 10 ملايين حالة وفاة في فترة ما بين عامين 2010 و 2015 بفضل اللقاحات التي أعطيت في العالم. ويستند هذا النجاح إلى تاريخ طويل والبحث والابتكار وطرق التوصل إلى التغطية الشاملة باللقاحات. خلينا نروح ونتابع سوا هذا التقرير التالي. عانى البشر من الأمراض المعدية منذ الأزل وقضت على مجموعات بشرية بأكملها، لذا سعى القدماء للتخلص أو الحد من آثار هذه الأوبئة والأمراض. في العام 1796 قام إدوارد جانر بأول عملية لقاح ضد مرض الجدري المعدي الذي كان يفتك بالملايين، وكان الموت نصيب ثلث من يصابون به، أما الناجون فكانوا يعانون من تشوهات رهيبة أو من العمى. ونجح عالم الأحياء الفرنسي لويس باستور في العام 1822 إلى العام 1895 في إنتاج أول لقاح مخبري، وهو لقاح كوليرا الدجاجة، فقد أضعف باستور البكتيريا لاستعمالها في اللقاح وعثر على طريقة لإضعافها للبكتيريا. في عام 1885 ابتكر الطبيب الإسباني خايمي فران لقاحاً ضد الكوليرا، كان لقاحه أول تطعيم للإنسان ضد مرض جرثومي. بعدها توجه فران إلى مدينة فالنسيا حيث قام بتطعيم حوالي 50,000 شخص أثناء تفشي وباء الكوليرا. أما خلال مسيرته الطبية تمكن فران من تطوير لقاح ضد الطاعون والكزاز والتيوفوس والسل. في عام 1921 تمكن الباحثان الفرنسيان ألبرت كالمات والبيطري جون ماري من إنتاج لقاح ضد مرض السل القاتل والمعدي، ولا يزال هذا اللقاح يحمل الأحرف الأولى من اسمي الباحثين. وشهد أواسط القرن العشرين نشاطاً واسعاً في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات، وتم التوصل إلى إنتاج لقاحات ضد شلل الأطفال، كما تركزت الأبحاث حول أمراض الطفولة الشائعة الأخرى مثل الحصبة والحصبة الألمانية، مما قلل من نسب الوفيات بين الأطفال حول العالم إلى حد بعيد. واليوم ينتظر العالم بأثره في سباق عالمي على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد الذي يتسبب بقتل الآلاف يومياً حول العالم، كما تسبب بشلل مختلف نواحي الحياة في معظم دول العالم. اللقاحات بتقوم بدور مهم خصوصاً للأطفال، وهي الوقاية من الأمراض الخصبة مثل الأمراض الخطيرة مثل ما تابعنا بالتقرير، مثل الحصبة والسحايا وشلل الأطفال. نحكي أكثر عن اللقاحات المهمة للأطفال منذ الولادة لمرحلة عمرية معينة. بنرحب معنا بالأستاذ الدكتور ظافر سلامة، أخصائي أطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. كيف المتحف؟ بجنن عند الصبح هيك الواحد ياخذ طاقه نفسيه. احسن شيء بهالهوايات يعني يشرب قهوه وخلاص. دكتور بالبدايه خلينا نتعرف شو هو اللقاح. هلا اليه اللقاح يعني هي هيك فكره عامه انه نحن شو يعني وقت نلقح ابننا لشيء معين. هي اليه اللقاح هي عباره عن ماده، ممكن تكون هي بروتينات او حتى يكون العنصر الممرض نفسه بيضعفوا له مناعته بيعطوه لجسمك، فجسمك بيتعرف على هالعنصر الممرض سواء البروتين اللي هو أساسه أو ممكن يكون على العنصر نفسه، فبيجي جهازنا المناعي نحن من جوا بيشكل مادة بتقاوم هذا الكائن الغريب اللي عم فوت على جسمك. بصير عندهم شيء اسمه الذاكرة المناعية. هلا هاي الذاكرة المناعية بيحتفظ فيها، فوتها على يعني بفوتها على الجهاز المناعي تبعه. بصير أنا دائما نحن بالجسم في شيء اسمه الذاكرات المناعية، هي شغلات يحفظ الجسم بيخبيها بحاله بأهب له مواد مضادة، في حال هالكائن فات مرة ثانية على جسمك بيجي جهازه المناعي بيكون عنده قدرة سريعة أنه يصنع هالمادة لأنه هي بالأساس هي مصنعة عنده، وبيهاجم هالكائن اللي فات وبيقضي عليه. بكل بساطة هذا هو اللقاح. يعني مثل قال لك شغلة، الإنسان بس يولد، أحكي لك عن تشبيه أنه طفل صغير بس يكبر بصير يتعرف على الناس، بصير يحفظ أبوه أمه محيطه،
الناس الغرب عنهم ناس منيح، نفس الشيء الجسم، بس يولد الإنسان يصير طفل في أمراض ممرضة كثير بالدنيا كلها، في منا بتجي بتمرضه بس يمرض بهالمرض، بتعرف على جسمه بصير يقاوم وخلص انتهى الموضوع، أنا صار عندي شيء مقاوم له، مرة ثانية بفوت بممرض ثاني كمان بيقاوم، بس نكبر مثل عمرنا بتلاقي أمراضنا كثير أقل من الأطفال لأنه نحن شكلنا هالذاكرات. هلأ دور اللقاحات نفس آلية دور المرض بس يفوت، بس بطريقة أنه ما بيعطي أعراض، أكيد الممرض بس ينعطى، هو ممرض خطير مشان هيك بنكون أدرانين أنه ما يتطور بجسم الإنسان، نفس الوقت يتعرف الجسم عليه ويقاومه. وهذا اللي بدنا نحكي عنه دكتور، قديش هي اللقاحات مهمة للأطفال. سابقا كنا نشوف مرض الحصبة أو كان السحايش للأطفال، قديش فعلا كان في حالة من الوفيات كبيرة، واللقاح حد من هي الحالات. خلينا نحكي عن اللقاحات المهمة للأطفال. وزارة الصحة بشكل دوري بتعمل دائما لقاحات بشكل مستمر، يعني حملة وطنية للقاحات مشان الأطفال، لأنه في كتير من الناس ما بتعطي أطفالها للأسف هي اللقاحات، بتكون متسربة عن المرحلة العمرية معينة. خلينا نحكي اللقاحات قديش مهمة للأطفال منذ الولادة. يعني نرجع بنحكي، يعني أكيد أنا أنه ابني أوقي من إصابة بشلل الأطفال، ما يكون معرض للإصابة بالشلل، أوقي من الحصبة، من السحايا، من الدفتريا. الدفتريا طبعا هو مرض قاتل بالنسبة لنا، السعال الديكي، يعني كلها أنت يعني بكل بساطة أنا عم أوقي، يعني هي ما صفت موضوع أنه أخذ ورد بالنسبة لنا أنه والله أنا أعطي اللقاح لأبني ولا لا، بس بفكر انه هاللقاح شو بيوقي ابني المرض لحالي بحمل ابني وبعطي لقاح. دكتور خلينا نحكي بنقطة، مثلا كتير في من الولاد بيكونوا اخذين لقاح الحصبة الجدري، لقاحات كتيرة، ولكن بيجيهم حالة المرض ولكن بيجيهم بحالة اخف. ما عدتي عبرتي لنا قديش الرياح النفسية من هذا المكان، فهيك خلينا نكيد نوصلها للمشاهدين. نحكي بموضوع كتير حلو، كتير مننا وبالفترة الأخيرة مرقنا بظروف صعبة، بضغوطات كتير صعبة، ولكن داخل كل حدا فينا لازم يتنظم، يترتب، يكون عنا أكثر وعي وباتخاذ القرارات والأهداف الصارمة. خلينا نحكي كيف فينا نحن هيك من الصبح نرتب أفكارنا وكل شيء جواتنا هيك معجوق. هلأ أول شيء الواحد قبل ما ينام كتير حلو أنه يفكر أفكار إيجابية، الأفكار السلبية قبل النوم سواء حسد أو كره أو حقد أو توتر من أنه أنا ما أدران أني نفذ هاي المهمة أو أني ما لي أدران أدرس لبكرة أو أني ساوي هذا الشيء، هي كلها بتخلينا ننام بطريقة ما لا مريحة. نحن بدنا ننوي قبل النوم أنه ننام نومة مريحة كتير وعميقة كتير، يعني حتى لو كنا مثلا ما لنا نايمين ساعات كافيه، ومثلا كان عنا فئه بكير ممكن نقول 3 ساعات مثلا او ساعتين كافيه انه انا تشبعني نوم. فانا اذا نويت هي النيه خلايا جسمي تتالف معي، يعني بتصير على نفس الفكره اللي انا دخلتها لراسي، خلايا جسمي كمان بترتاح بهي الساعتين وبتحسي حالك كانه نايمه 10 ساعات، بالذات اذا حطيتي موسيقى الاسترخاء والنوم يعني بصوت كتير شبه مسموع، يعني كمان بتعطي طاقه حلوه للغرفه. كتير مهم كمان انه يعني نتفائل بالشيء اللي جاي، تفائلوا بالخير تجدوا، هي قاعده كونيه، انه اذا نحن اي شيء بنتفائل فيه بالحياه رح نوجده. واي انسان بيتشام او بيخاف انه ما يتحقق هذا الشيء بطمنك انه هو ما رح يتحقق هذا الشيء ما دام انت خفت او انه انت توقعت انه ممكن لا. فكل ما كنا متفائلين اكثر، كل ما كنا افكارنا ايجابيه اكثر، كل ما حبينا ذاتنا والناس اللي حوالينا اكثر، كل ما حاولنا نتصرف، يعني اي تصرف او شيء معين نحن ما احسن التصرف فيه، نعيد ترتيب الأولويات ببساطتنا بفطرتنا. تعقيد الأمور يلي بيفكر بالماضي كتير بيحزن، واللي بيفكر بالمستقبل كتير بيقلق. فاللي بيعيش الآن هنا أنجح الناس، يعني بتعيش اللحظة، يعني لا تفكر إنه غلا ولا كذا ولا رح يصير هيك ولا رح يصير هيك أو شو رح يصير معي، لا عيش هلا اللحظة، ما بتعرف شو الله بكرة كاتب. وكمان الماضي ما في داعي تحزن على أشخاص آلموك أو ضايقوك أو شيء بحياتك صار خلص انتهى، ماضي مو ماضي. يعني أنا كتير ناس بيقولوا لي إنه أنا ما عم بقدر سامحه، قلت لها هي القصة مو صارت ماضية، بتقلي خلص اللي بالصفحة، يعني خلص انتهى هذا الموضوع. بس يمكن حكيتي نقطة كتير مهمة، إنه بس بدك تحط راسك على المخدة فكر بالأشياء الإيجابية. في كتير من الناس يمكن بتقلك مع هالظروف اللي عم نعيشها والأوضاع بتلاقي هو هي حالة الاسترخاء، بيقعد بيفكر بيراجع حاله، لا بيفكر بالقصص الصعبة أو السيئة اللي صارت معه النهار، ما بيفكر بهي النقطة. قديش فعلا هي بتأثر لنهارك تاني يوم لما أنا فكر بالأشياء الإيجابية؟ حاول بقدر المستطاع أني أزرع الأفكار الجميلة.
قد ما كنت بحالة نفسية سيئة أو مريت بظرف سيء، مجرد ما أنك تفكر بإيجابية، أول شغلة نحن رح نخسرها هي صحتنا صراحة. الجلطات الدماغية وجلطات القلب وكذا، ونحن كتير هلأ سمعنا ناس انصابوا بهي القصص بأعمار صغيرة وحتى بهي الظروف يعني. فليش لنحكي الأهم شيء، خلص فكر بالآن، فكر انت شو بدك تساوي هلا، ولا تفكر وقت النوم لا تفكر بشيء، خلي مخك مفتوح. الواحد بده يحاسب حاله على اليوم يلي مرق قبل ما ينام، قبل ما ينام. طيب. يعني انا اي شيء اخطات فيه تحاسب بحالك، اي شيء اخطات فيه، مثلا انا اخطات بحق حدا مثلا، بلاقي اسلوب ثاني للاعتذار، ممكن هديه، ممكن كلمه طيبه، ممكن يعني، بس انه نحن ما نحسسه بجوز غيبه تكون القصه يعني. فهو افضل طريقه لحتى نرد الغيبه بطريقه ايجابيه انه نحكي عنه للشخص بطريقه جيده، او نهدي هدايا ونتودد له عن جد. هي حتى حتكسر الشيء اللي جواتنا يلي طلع باتجاهنا اتجاهه يعني. اما انه نفكر بالاوضاع شو ما صار شو ما صار، بيضل الانسان حبك للحياه كرمال ولادك كرمال انت نفسك يعني. فكره التضحيه كتير بشعه لما نحن بنتبناها يعني، سواء الام المضحيه لحد المضحي كتير كتير سيئة. أما الإنسان يلي بيحب الناس وبيحب ينحب بيحب الأشياء، في تصوير الموضوع لما أقول أنا عم أقدم شيء لأني بحب الشخص أو عم أقدم تضحية، أنت تصويرك لهيدا الموضوع هو بينعكس عليك بشكل إيجابي. والمضحي بحياته ما حدا بيتشكر له على فكرة، بينما الإنسان المحب يلي بيعطي من قلبه، مثلا بنلاقي كتير الأمهات المضحيات ما حدا يعني أولادهم ما بيعطون هي الأهمية، بينما الأمهات يلي بتلاقيهم متوازنين، عارفانين إمتى يعطوا، عارفانين إمتى ياخذوا، عارفانين إمتى ينظموا. الأم بتلاقي حتى الأولاد بيعاملوها بطريقة كتير تليق فيها كأم قوية، بينما المضحي هو الضعيف يعني، هو اللي دائما يلي أنا عملته أنا ساويته، هي دائما عندها مشاعر سلبية تجاه مثلا أولادها وتجاه الناس حواليها، أنا ضحيت وعملت كرمالك ساويت يعني كذا. عم تعطيهم منية تمام. زيادة عن اللزوم. تمام شفاء، خلينا نحكي يمكن كل هذا الحكي نحن بنقراه بنشوفه نحن كمان بنفكر فيه، بس تعي طبقيه على ارض الواقع، هو يمكن بده حاله من التدريب او بده حاله من القناعه، او ممكن يتطبق لفتره من الزمن وبعدين يروح من الحياه. هون خلينا نحكي كيف فينا نعود حالنا ندرب نفسنا ويكون عاده دائمه معنا. اول شيء المراقبه، راقبوا كلماتكم يعني، ان البلاء موكل بالمنطق يعني. الشيء اللي بنقوله مثلا، اوقات في ناس كتير بيقولوا يي الله يجيرنا من شرها الضحكه وما بعرف شو كذا، بالعكس الانسان السعيد بيجذب السعاده اكثر يعني، ما تقول بالعكس، يقول الله يعطينا سعاده اكثر واكثر، الله يتمم علينا فرحتنا، الله يعطينا ليرضينا. دائما هي الافكار والاشياء الكلمات اللي نحن بنقولها ايجابيه كثير، الكلمات مثلا كلمه، اوقات ناس رفقات بيقولوا بعض الله لا يوفقك او كذا او كذا، ما بتعرف ان الاقدار رح ترد لها اياها بعدم التوفيق او عدم الخير يعني بالمقابل. انت تنتبه لكلامنا ان كان موزون، هي الطاقه السلبيه اللي بتكون موجوده يعني. تماما. في حدا بيجي لعندك بيقول لك انا تعبان، ثاني ما بيقول لك سلامتك، بيقول لك انا تعبان وانا تعبانة. هي الحالة يعني، هي الحالة فعلا لازم العالم تقدر تسمع حالة يعني. في حدا كان يقول لي مثلا اسمعي الحكي يعني اللي عم تحكي، في عالم ما بتسمع حالة وهي عم تحكي، قديش طبعا ممكن تأثر عليك بشكل سلبي، قديش ممكن هي الكلمة تأذيكي نفسيا، لأنه كمان في عنف لفظي فينا نقول طبعا. مفردات صارت يعني مفهوم عادي بالنسبة لنا بشكل يومي يعني، بتلاقي الناس عم تحكيها كأنه هي عم تحكي كلام طبيعي. هلأ صراحة أنا بلقط هي القصص ودغري بغيرها يعني. كتير مهم الإنسان يلي عنده إيجابية كتير إنه بس تلاقي حدا يقولها هي الكلمة، حتى لو كان بالشارع، حتى لو كان بالسوق، بأي مكان أنت بتكوني فيه، دغري تقلبيها لإيجابي، تقولي لا ليش هيك، لا هيك لأنه الله كريم، مثلا إنه أنا ما بدي غير مثلا بيته سيء، ليش الله كريم عنده خزائن كتير يعني. بس اطلبي، لأنه الكون قد ما بتطلبي، قانون الوفرة إنه بالكون في كل شيء بالحياة، بس نحن نطلب ونلاقي بيتجلالنا هذا الشيء موجود، بينما قانون الندرة بنصير بنحس بالغيرة بالحسد بالكره، إنه أنا بس لقلي هي القصة، بس لقلي هي الوظيفة، بس لقلي هي الشغلة، هذا الغرض بس إلي. لا، خلي حب وخلي الناس كلها بارك حب الأشياء اللي عند الآخرين، ليش فلان بارك ذكاؤهم، بارك مهاراتهم، بارك لبسهم، بارك ثيابهم، بارك طعامهم، بارك كل شيء حواليك لحتى أنت ترجع لك كمان بالخير والوفرة كمان عليك. شفاء، هلا كثير عالم عم يشوفونا عم يقولوا اف شو عم تحكوا أنتوا، طب أنتوا يعني ما بتنزلوا على السوق، ما بتشوفوا الأسعار مبلغ، خلينا نكون على السوق، ولكن خلينا نحكي إنه نحنا نزلنا على السوق، شفنا الغلاء، الأم عندها هم مثلا، أو أي صبي أو أي شاب
عنده هم كيف بده ياكل، كيف بده يعيش، بكره شو مخبي، مستقبل، ظروف كثير بشعه وصعبه عم نمرق فيها. هي الحاله اللي نحن بنكون برات البيت بنجي بننقلها للبيت، بننقلها لرفيقتنا، بننقلها، نحن ما لنا سلبيين، الظروف عطتنا قصص سلبيه او هي سلبيه الظروف، هون نحن كيف فينا نكون شوي الفصل. مرتاحين ما بدنا نقول الفصل، لانه انا ابني الصغير بالبيت ما له مضطر يسمع، يعني ما حيفهم شو عم يصير، ولا لانه مضطر هو كمان بهالظروف، يعني هالعشر سنين اللي مرينا فيها صعبه كانت جدا، يعني ما له مضطر كمان فوق منا يجي يسمع شكواي. بس انا فهمه، مثلا انا جاي على بالي هيك بدي اشتري او بدي اكل هي الاكله، بقول له بابا انا هلا ما معي، بس انه بس ليصير معي خلاص، او ممكن ندبرها بشغله، او ممكن مره بالاسبوع نعملها، او مره بالشهر هي القصه. فخلينا نفهم اولادنا او زوجاتنا او كذا، خلينا نكون فكره الشراكه على فكره بالبيت كثير مهمه بالاسره، بس تشاركي عائلتك باي قرار بتاخذيه بحياتك حيدعموكي وحيصبروا كرمالك. اما الرجل لما بياخذ قرار لحاله والمراه لحالها وكانه البيت هو تابع لها، فهون بيخسروا كلياته، لانه اي قرار ممكن يهز كيان العيله يفترقوا. يعني طب كيف في اي شخص يفرغ القصص اللي زعجته، وين وكيف؟ اي تمام، طاقه سلبيه وين يروح فيها؟ وهمومه مو الحياه، التامل والتنفس العميق. وعلى فكره بالتامل وبالتنفس العميق كثير بتجينا افكار ورسائل، وحتى بالدعاء ان نحن نطلب يعني، ونطلب بقلب نظيف ونشكر ولئن شكرتم لازيدنكم. كل ما شكرنا اكثر وحمدنا الله على اي نعمه موجوده بين ايدينا، كل ما يعني دائما الانسان الناجح بيفكر شو بايده، ما بيفكر شو ناقصه. صحيح، وكثير مهم انه نحن نفكر شو بايدينا ونشكر الله عليها مشان يجي اللي ناقصنا واللي بدنا اياه نحن. وقلتي نقطه يمكن مهمه خلال حديثك، قديش هذا بينعكس اليوم على اطفالنا. تمام. لانه الطفل هو مرايتك، لما تكون انت حدا ايجابي بيكون طفلك بحاله معينة من الراحة النفسية والسعادة، لما تكون سلبي في كثير من الأطفال تلاقيهم عصبيين، أخلاقهم ضيقة، هي انعكاس لأولادهم. هي الحالة قديش بتأثر اليوم على هيدا الجيل، على هدول الأطفال قديش فعلا، لأنه هي تكوين الشخص أو تكوين الطفل عفوا أول 6 سنوات من حياته، فنحن قديش فعليا بنأثر بتكوينه سلبي إن كان أو إيجابي. تمام، حتى الولد فينا نعلمه ألفاظ إيجابية ويتحمل مسؤولية، مثلا لما أنا الولد بيوقع وبضرب الطاولة أنا هون ما حملته مسؤولية، حملته الكون كله هو حمل مسؤولية، بينما لا ماما فتح شوي طلع بس قدامك كذا، أنت رح تقدر، يعني أنت شاطر، أنت بطل، أنت كذا. دائما كلماتنا لازم ننتبه لها، وبنفس الوقت نفصل الشيء اللي عم نعيشه بالواقع مع بيتنا وأولادنا. يعني مجرد ما الواحد فات البيت استمتع بالآن، استمتع بأولادك، استمتع بلحظتك، استمتع بالأكل لو كان بسيط، استمتع بالإيجابية معهم. يعني إذا استمتعنا بالشيء اللي معنا بإيدينا وشكرنا الله عليه، عن جد رح يجينا الأفضل وحنعيش بسلام داخلي، لو ما أنه نحن حيجي مباشر أو في ظروف صعبة بالمقابل، عن جد رح نحس بالسلام الداخلي اللي هو اللي بيعطينا، لأنه الإنسان لما بيكون موجاته موترة ما بيقدر يجذب شيء بالحياة. يعني ما بيقدر يجذب لا الخير لا السعادة لا الوظيفة الأفضل لا المال الأفضل لا الرزق الثاني اللي هو ما بيعرف وين مخباله. يعني حتى لو الظروف صعبة تأكدوا أنه الله، لما أنت بتكون عندك داخلك مؤمن انه رح يصير معك شيء ايجابي، رح يصير معك شيء ايجابي وتجيك رزقه، يمكن العالم كله ما معه مصاري يكون انت معك وبالوقت اللي انت العالم، بس لانك امنت انه الله رح يتولاك بهي الازمه اللي انت عايش فيها. نعم، بالختام خلينا بس هيك نحكي عن النفس الصح، لانه النفس يمكن الاكسجين عندنا يا مجانا، فانه فينا نتنفس بطريقه صحيحه الاوقات الصحيحه، وكم مره النفس والطريقه كمان. تمام. لحتى نرتاح، لانه هذا كثير الحل فينا نعمله يعني وين ما كان. افضل ساعات للتنفس هي ببدايه النهار، يعني من الساعه 3 الفجر للساعه 6 النهار بأوله، بيكون كتير في طاقة إيجابية، وفي حتى الأوثري بتكون موجودة فيه كتير بهذا الوقت، وبيكون الجو نظيف، لا في سيارات كتير وما في حوالينا أي شيء. فنتنفس بعمق لدرجة 5 نسحب 5 نخليهم ببطننا لبطننا يوصل، مو للرئة للبطن، ينتفخ البطن 5 منخليهم ببطننا و5 منعد منفرغهم لمدة أقل شيء 20 دقيقة، وصدقوني حتجيكم أفكار، حترتاحوا كتير، حتفكروا بأشياء كتير، حتكبوا شغلات كتير. يعني تخيلوا أنه أي شيء عم تتنفسوا هو شيء أبيض نظيف نقي، وكل شيء عم تطلعوه أفكار سلبية، هم، حزن،
فهو عن جد اذا احنا عملناها كل يوم 20 دقيقه حتى هي اكتشفوا انه هي بتطول العمر بتعطي صحه جيده يعني حتى تخيلي حتى علاج المفاصل عن طريق هي التنفس واليوغا كثير مهمه لانه هي بتفرغ وبتنظف لانه كل شيء نحن عم نمر فيه امراض هو انعكاس لشيء جواتنا افكار سلبيه او اشياء سلبيه نحن عم نعيشها. نتشكرك مع هي الكلمات بيخلص حديثنا لليوم الاخصائيه الاجتماعيه شفاء صوان على وجودك معنا. شكرا كثير يا ميت هلا. شكرا كثير لك واكيد نتمنى لكل المشاهدين الطاقه الحلوه والارزاق الكثيره والصحه الجيده. ولكن خلينا نروح ونشوف هالمثال يلي كتير حلو بدير الزور امرأة عم تشتغل جابية. خلينا نروح نتابع هالمادة ونرجع. بهمة عالية ونشاط ملحوظ تبدأ سهير عملها كل صباح متجاوزة كل العوائق. السيدة سهير هزاع العاملة لدى المؤسسة العامة لمياه الشرب بدير الزور تعد أول امرأة عاملة بصفة جابي في المؤسسة، ورغم صعوبة العمل وخصوصيته إلا أنها تبدي سعادة كبيرة في أداء عملها متسلحة بثقتها بنفسها وبمساعدة الآخرين لها. أنا الفكرة هاي خطرت لي أنه أطلع جباية بدير الزور كمحافظة وكملة بلدي، ومدير يعني مثل ما تقول شجعني، زملائي طلعت الصبحيات شفتوا اقبالي من الاهالي، درت بيت بيت وامشي بكل فخر بدير الزور انه انا اول امراه جابيه بمحافظه دير الزور وسوريا كلها. بالعكس احنا لازم نطور حياتنا، نطور سوريا للاحسن وللاجمل، ومو عيب الشغل للمراه كجابيه ولا كمؤشره. شيء جديد بس حلوه، خطوه حلوه مشجعه للنساء، شغلة حلوة الله يعطيها العافية. الأخت سهير يعني إحنا نشجعها النوب على أقوى، وتشجع زملائها زميلاتها إنه يقدموا لها البادرة الحلوة، والله يعني حلوة يعني بادرة حلوة وجيدة لهم، وإن شاء الله الله يوفقها. المرأة نصف المجتمع، وحاليا قام تقوم مهام أزود من الرجل كست بيت وكموظفة وكقامة أعمال. استطاعت سهير أن تكسر قاعدة الأدوار النمطية للمرأة عبر الخروج عن المألوف، وحققت طموحها بترك بصمة خاصة لتثبت وتؤكد أن المرأة تستطيع أن تفعل كل شيء حتى لو كان عملا خاصا بالرجال. أكيد بدنا نوجه تحية لسهير، هي مثال للمرأة يمكن السورية العاملة اللي بتتحدى كل الظروف. أكيد أخت رجال. خلينا هلأ ننتقل لمادتنا التالية بهدف إظهار أهمية الحفاظ على البيئة. أقيم معرض المجسمات في صالة المعرض بالمركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة، ضم أعمال فنية متنوعة وظفت من أجل تواليف البيئة والطبيعة لإعادة تدويرها. تميز المعرض بمعروضات المنوعة ما بين مجسمات ولوحات الزينة. تفاصيل أكثر مع مراسلنا بالحسكة أحمد الحمدوش بالتقرير التالي. ضم معرض المجسمات الذي أقيم في صالة المعارض في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة أعمالا فنية منوعة وظفت فيها توالف البيئة والطبيعة لإعادة تدويرها. الهدف منه الاستفادة من مخلفات البيئة، الاستفادة من معطيات البيئة، عدنا إعادة الحياة من جديد لمحافظة الحسكة. طبعا هي الأعمال كلها من خامات البيئة، من الكرتون والإسمنت والأغصان الشجر، أكثر من 20 خامة استخدمناها بالمعرض. هذا معرض السادس لنا. المعرض هو عبارة عن توالف صناعية انشغلت بشكل جدا جميل حتى تكون مناظر جميلة بالصالة أو بالبيت أو بأي مكان تاني. طبعا الأمور اللي مستعملة هي أمور جدا بسيطة متواجدة بكل مكان، عبارة عن كرتون وأغصان أشجار وشوية شموع ولواسق. أهم في المعرض أنه أعاد تدوير مخلفات البيئة لنقدر نستخدمها نقتنيها أثاث المنزل. المعرض الذي نظمته مديرية الثقافة والبيئة بالتعاون مع جمعية سورية اليمامة الخيرية تميز بمعروضاته المنوعة ما بين المجسمات ولوحات الزينة والتشكيل الفني والورود الداخلي، في تصنيعها أكثر من 20 مادة من مخلفات البيئة كالورق المقوى والإسمنت والأخشاب وأغصان الشجر وغيرها. ويهدف المعرض إلى إظهار أهمية الحفاظ على البيئة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية
الحسكة. ووصلنا لفقرتنا التالية يا نور وهي عن الفن التشكيلي، حيث يطلق هذا المصطلح أو الفن البصري على مختلف الإبداعات التي يمكن رؤيتها ومنها اللوحات الفنية وغيرها، ويتم إنشاء هذه القطع الفنية لتحفيز الشخص من خلال تجربة بصرية خاصة فيه. وتعد هذه الأشكال الفنية شائعة جدا ومتنوعة ومنها النحت. لحتى نحكي عن الفن التشكيلي أكثر وخاصة عن النحت، بيصيرنا نرحب بالفنانة التشكيلية مفيدة ديوب، مديرة متحف دمر للفنون. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن الفن التشكيلي بشكل عام بسوريا بشكل خاص، شو يميزه عن باقي الفنون؟ هلا بسوريا الفن التشكيلي متنوع، وعندنا كلية الفنون الجميلة فيها كل الاختصاصات، التصوير، النحت، الحفر، الإعلان، الديكور، يعني كل هاي الاختصاصات موجودة. صحيح. فبيتخرجوا مجموعة من الطلاب بمختلف هاي الاختصاصات وبيمارسوا، في منهم بيتابعوا بعد كلية الفنون، في منهم لا بيتجهوا لاتجاهات تانية، حتى بدون ما يكون أكاديمي هذا الشخص دارس، يعني ممكن أنه يكون عنده الموهبة طبعا ويتابعوا هذا الفن. وفي كتير يعني فنون موجودة، الفن المعاصر هلأ حاليا أكتر شيء بتشوف في هذا الجيل يعني اتجه للفن التشكيلي المعاصر، في تقنيات كتير عم يشتغلوا عليها، في معارض عم يشاركوا فيها، في يعني انتشار واسع وكبير خارج سوريا لهذول الشباب او لهذا الجيل او لفنانيننا الكبار حتى، يعني اللي هن قدوة لنا، اللي هن كانوا موجه لكل هذول الفنانين اللي طلعوا هلا حاليا، واللي يعني الجيل القادم كمان عم يتعلم منهم. نعم ست مفيدة، يعني حضرتك وصلتي لتكوني مديرة بمكان يحوي عدد كبير من المشاركات ومن الفنانين، ويمكن كل يوم الفنانين التشكيليين أو الفنانين بشكل عام. خلينا نحكي عن مسيرة من التعليم، أيضا بدنا نحكي عن مسيرة من المشاركات يلي وصلتي حضرتك لهون. هلا انا بعد تخرجي من كليه الفنون الجميله وكان اختصاصي نحت، تعينت مدرسه، درست اطفال، التعامل مع الاطفال كثير جميل، بيعطوك طاقه كثير هائله، ما بتتوقعي انه يطلع هذا الشيء العفوي او الجريء من هيك اطفال. كمان درست ثانوي ودرست بمعهد اعداد مدرسين بحماص، ودرست يعني اسمه دبلوم تاهيل التربوي اللي هو للمدرسين بعد، يعني هي مرحلة بياخذوا فيها دبلوم، هي شريحة كبيرة من يعني بالعمر كبار، بس أجمل فترة هي الدرس فيها المرحلة للأطفال، كتير بتاخذي منهم، يعني الكبار دائما عندهم إنتاج متكرر، الثانوي بدين يستقطبوا منك بدين يتعلموا، أما الأطفال أنت بتتعلمي منهم، أنت بتاخذي منهم، عندهم أفكار غير مطروقة، غير مكررة، غير مطروقة، أشياء جديدة، يعني كل طفل بيرسم شيء جديد، شيء عندهم ابتكار، عندهم شيء خلاق غير الناس اللي هن عم يتعلموا الفن او عندهم هاي الفن موجود. طيب خلينا نحكي عن النحت، حضرتك كمان نحاته، قديش هاي الفنون يمكن بتخرج الطاقات اللي جواتنا من خلال لوحه، من خلال نحت، من خلال صوره، قديش قدران الفنان يعبر عن مشاعره او يعكس الواقع من خلال هاي الرساله الفنيه؟ هلا لقلك الفنان النحات لازم يكون ملم بكل الفنون، يعني الفن هو عمارة، هو كتلة وفراغ، هو خطوط، هو رسم، هو أشكال، يعني الفنان النحات بده يكون قادر على رسم الأشكال حتى يقدر معبر يعملها، يقدر يشكلها. يعني الفنان التصوير مو مطلوب منه يكون نحات ابدا، اما النحات مطلوب منه يكون عارف بالعماره وبالكتله والفراغ وباللون والشكل والظل، يعني كل هاي الامور لازم تكون موجوده. وانا وقت اللي اجيت على كليه الفنون طبعا قلت بدي ادرس تصوير،
يعني ضليت شوي بالتصوير وطلبت يعني انه انا بدي انتقل على قسم النحت لانه التصوير انا بمارسه من انا طفله صغيره، يعني متعوده على اللون، متعوده على الالوان المائيه والزيتيه وهي المساحه البيضاء اللي هي مثل جدار ابيض قدامك، شو بدك تشتغلي فيها؟ يعني بدك ترسمي عليها؟ وهو صعب اختراقها، يعني هو صعب فعلا انك تشتغلي على هاي المساحه البيضاء اللي هي بدك تخلقي منها شيء يعبر للاخرين. فانا متعوده على هاي الحاله اللي كنت عايشتها من الطفوله وبدي شيء جديد. الشيء الجديد هو النحت، اتجهت للنحت اللي فيه تقنيات كثيره. النحت بيضم النحت على الخشب، الحجر، الصلصال، الطين، الصب، التقنيات اللي هي بتعلمك تكوني حدا، يعني مو بس انه فنان، كمان عندك تقنيه تعملي اعمالك لحالك وتشتغلي فيها كفنان للمستقبل حتى يكون عندك رصيد تقدمي. والنحت يعني هو ابو الفنون، معروف ابو الفنون. طبعا انا الفن اللي بشتغل عليه هو الفن التعبيري، يعني تجريدي وتعبيري، يعني بحب هذا التلخيص للاشكال، ما بحب المباشره بالاعمال، بحب يكون فيها هيك تعبيريه اكثر، توصل للمتلقي بشكل اجمل. نعم ست مفيده، خلينا نحكي اكثر عن دعمك للفن، وخلينا نحكي اكثر عن متحف دمر للفنون. هذا المكان مكان جميل جدا. المكان لحاله فيه قدسيه، هيك هو شكله دائري وفيه اقسام متعدده. الاعمال الموجوده فيه هي للفنانين الرواد السوريين والجيل الاول والجيل الثاني ونخبة من الفنانين السوريين. بال2008 صار عاصمة الثقافة العربية، صحيح، صار في هذا المكان معرض ضخم، وصار على التوالي كل سنة يصير فيه هاي المعارض الضخمة والجميلة لأهم الفنانين التشكيليين الموجودين والراحلين. يعني هذا المكان هلأ حاليا فيه معرض، أنا يعني حطيت فيه أعمال للرواد والجيل الأول، يعني بتفوتي بتلاقي أعمال لفاتح المدرس، لؤي كيالي، محمود حماد، نصير شورى، نخبة كبيرة من الفنانين، يعني قد ما عد بدي أقولك كتير. وجميل جداً أنه يكون في عنا هيك أشياء، هي مقتنيات وزارة الثقافة، يعني هاي هذا التوثيق لهي الأعمال كتير مهم ورصيد لنا هذا الموروث. لجيل الشباب نوعا ما ليكونوا جزء وصول لك، يعني استمرار هيدا الفن بطريقه ونظره مختلفه. وقتنا خلص ست مفيده ديوب، الفنانه التشكيليه مديره متحف دمر للفنون، نتشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق بجميع خطواتك الفنيه القادمه. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. شكرا كثير لك، اكيد وموفقه يا رب، وان شاء الله بنشوفك مشاركه بالعالميه. شكرا كثير. الله يسلمك. اما هلا ليا بننتقل من عالم الفنون لعالم السياسه وموجز لآخر الأخبار مع زميلتي هديل العلي. صباح الخير هديل. صباح الخير نور، صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. موجز لآخر وأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. استشهدت طفلة وأصيبت امرأة جراء تجدد الاشتباكات العنيفة بين مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، على خلفية صراعات على مناطق النفوذ واتهامات بالخيانة ومحاولات اغتيال متبادلة. وذكرت مصادر أهلية أن الاقتتال المتواصل بين مرتزقة النظام التركي أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة امرأة، لافتة إلى أن المرتزقة يستخدمون أسلحة الهاون وقذائف الار بي جي، حيث قتل عدد منهم وأصيب آخرون وتم نقلهم إلى مشافي الاحتلال التركي. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة دحر الإرهاب بشكل نهائي في سوريا وحل الأزمة فيها سياسيا عبر حوار سوري سوري دون تدخل خارجي. وشدد لافروف خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح في موسكو على ضرورة دحر الإرهاب سواء في سوريا أو ليبيا أو في أي جزء من الشرق الأوسط، لأنه واجب مشترك ويجب أن يكون بعيدا عن المعايير المزدوجة وعن محاولات بعض الدول استخدام الإرهابيين
لتنفيذ أجنداتها الجيوسياسية في المنطقة. قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو نفذ عملية واسعة بعدد كبير من طائرات قاسف كيثنان المسيرة. سريع بين أن العملية استهدفت غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران ومخازن الأسلحة ومرابط الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهدافا عسكرية أخرى، وأصابت أهدافا بدقة عالية. وأخيرا أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستتخذ خطوات ضرورية وملائمة تجاه أي أطماع وسلوك غير مسؤول للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي. وانتقد ظريف تصرفات ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بتقديم مسودة قرار لمجلس حكام الوكالة الذرية ضد إيران، مبينا أن أي تدخلات من قبل الآخرين بشأن تعاون إيران مع الوكالة تتعارض مع الاتفاق النووي وقد تؤثر سلبا على هذا التعاون. الموجز انتهى، عودة إليك نور. شكرا لك هديل. أما هلأ لي بننتقل لفقرتنا الأخيرة مع عالم التكنولوجيا اللي غزا العالم بشكل كتير كبير وخاصة الواقع الافتراضي. مجالات كتيرة فاتت بحياتنا صارت جزء مهم بحياتنا. لنتعرف أكثر على أبرز التطبيقات في الواقع الافتراضي وأهمها قديش فعلا هي بتأثر على حياتنا اليومية وشو الفرق عن الواقع الحقيقي والعالم الافتراضي. معنا المهندس الدكتور طارق الصاطي اخصائي معلوماتيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك دكتور. يعني عالم الافتراضي اللي هو اخذ حيز كثير كبير من وقتنا، العالم الافتراضي اللي صار اقرب للناس لبعض الناس خلينا نقول لنسبه كثير كبيره. يعني خلينا نتعرف شو هو العالم الافتراضي وكيف اخترق حياتنا ودخل للكبير ولا للصغير بهذا العالم. هلا بالبدايه انا حابب اني احكي عن تعريف الواقع الافتراضي. أوكي. يعني من مفهوم من وجهه نظر اكاديميه شوي. الواقع الافتراضي انه نحن نحسن نخلق بيئه، هالبيئه بتكون افتراضيه بشكل كامل. من خلال هالبيئه بنحاول نغمس، المصطلح غمس هو المصطلح العلمي، غمس الاشخاص بهي البيئه من خلال مجموعه تقنيات الواقع الافتراضي. من تقنيات الواقع الافتراضي نظاره الواقع الافتراضي، طبعا في تقنيات كثيره اشهرها نظاره الواقع الافتراضي. من تقنيات الواقع الافتراضي بسموه الفي ار مثلا، بتروحي على المولات هلا بيقولوا لك هي لعبه في ار، فبيكون فيها كرسي، هالكرسي فيه رجاجات بميل مثلا، هذا نوع من انواع الغمس للشخص بالواقع الافتراضي. طبعا في تقنيات كثيره مع تطور العلم. صحيح. صار في تقنيات ممكن من خلال مثلا مسكات للواقع الافتراضي بتحسني انك تكوني موجوده اكثر بالواقع الافتراضي. هلا مع الواقع الافتراضي فينا نحكي عن مصطلح ثاني اسمه الواقع المعزز. الواقع المعزز هو بالواقع الافتراضي نحن عم ناخذ بيئه ونحاكيها بشكل كامل افتراضيا. وفينا نسميه واقع ولا عالم؟ واقع افتراضي، بالانجليزي اسمه virtual reality. بالمصطلح الثاني يعني العالم الافتراضي بظن انه نحن اوسع اذا كنا عم نحكي عن الواقع الافتراضي. فالمصطلح الثاني هو الواقع المعزز augmented reality، اللي هو بيدخل الواقع مع يعني بيعمل ادخالات على الواقع. مثلا احنا موجودين بهالمكان الجميل المتحف الوطني، لو بدنا نمثل الواقع الافتراضي على المتحف الوطني نحن بنروح بنعمل محاكاه كامله عن طريق الكمبيوتر للمتحف الوطني. واللي حابب يزور المتحف الوطني ما بالضروره انه يجي على دمشق، ممكن يزوره بدمشق، ممكن من خلال نظاره الواقع الافتراضي فعلا يحسن يتجول بالمتحف الوطني. بس ولكن ما في استمتاع مثل الحقيقه. تماماً. يعني هلا وقت بنحكي عن الواقع المعزز، الواقع المعزز انا نفسه المتحف الوطني ممكن انه الزائر للمتحف
يحط نظارة الواقع المعزز. هلا نظارة الواقع المعزز بتعطيه امكانيات كثير، احيانا بنشوفها بالافلام انه بحط نظارة، هي النظارة بتصير كتابات بتنزل على الشاشة، فممكن مجرد انه قرب قدام تمثال او قدام منحوته او شيء، فممكن مثلا هي نظارة الواقع الافتراضي تعطيه ملخص انه هي مثلا تاريخها مثلا من اي عهد، تعطيه معلومات كاملة عن هاي المنحوتة أو. فكمان بتصير التجربة ممتعة أكثر بوجود الواقع المعزز. طبعا تطبيقاتهم كثيرة إن كنا عم نحكي عن الواقع الافتراضي ولا الواقع المعزز. خلينا نحكي عن التطبيقات يمكن اللي بتخص مجال التعليم، قديش مهم فعلا نحن يمكن نستثمر هاي التكنولوجيا بشيء إيجابي، يعني نقدر نستثمرها بحياتنا اليومية. بما يخص تطبيقات التعليم، خلينا نحكي عن الواقع الافتراضي. هلا تقنيات التعليم او التعليم الافتراضي، هو نحن اخذنا فكره انه نحن نخلق بيئه افتراضيه اللي هو عباره عن الصف الافتراضي. الصف الافتراضي بيدخل عليه الطلاب والاستاذ، بيكونوا مثلا متفقين على موعد معين. مثلا نحن عندنا بالجامعه الافتراضيه، المدرس بالجامعه الافتراضيه، فبيكون في مواعيد للجلسات مثل التعليم النظامي، بيدخلوا بهذا الوقت واحيانا بنسجل الحضور وغياب. من خلال هذا الصف الافتراضي بيعطي تفاعل بين الاستاذ والطلاب، بحيث انه ممكن يكون صوت، ممكن يكون صوره، ممكن شرح مثلا على الماده التعليميه من خلال هذا الصف الافتراضي. في تقنيات بالصف الافتراضي بترفع مستوى خلينا نقول حضور الطالب. مثلا ممكن الطالب بلحظه بده يسال سؤال، بفتح له المايك، ممكن بده مداخله، بيرفع ايده. فنوعا ما بما انه الواقع الافتراضي بالبدايه، وقت كنا عم نحكي عن الواقع الافتراضي كنا نحكي عن العاب، ما العاب بلشت تستثمر مثلا بالتعليم، خاصه مثلا مع جائحه كورونا صار التعليم الافتراضي هو الوسيله، وسيله كثير مساعده. يعني اليوم في طلاب كثير صرنا نتواصل معهم من خلال الانترنت، من خلال هي الصفوف الافتراضيه، وصرنا نحسن نوصل المعلومة للطالب، نحسن نتابعه، نحسن يشارك معنا. فمثلاً الصف الافتراضي إذا كنا عم نحكي هو شيء كتير مهم. كمان من تقنيات التعليم ممكن مثلاً يستخدم الواقع المعزز بالتعليم. يعني مثلاً ممكن الطبيب بدل ما يفوت على المشرحة ويشرح مثلاً جثة، ممكن إنه يكون في برامج بالواقع الافتراضي تحسن تعطيه نفس المنظور، نفس النتيجة. طبعا ما بتكون بالمئة مئة، لأنه دائما وقت بيكون في شيء فيزيائي، بيكون في شيء محسوس، بيكون في شيء طب يعني دكتور، هون خلينا نحكي على نقطة. يمكن هذا العالم هو مثل ما ذكرت من شوي، هو اجتاح كتير تفاصيل حياتنا، إن كان بالعلم، إن كان بأي شيء بدنا نوصله ما قادرين. له شيء سلبي ايضا على حياتنا، يعني اذا نحن عم نحكي هلا على طبيب عم يشرح، ولكن في واقع افتراضي فيه يفيده من الشيء المباشر تماماً. فورا هذا الشيء هو ما بيعلمه على اساس ما لازم تكون، او يبعده عن الواقع، او يبعده عن الحقيقه. هي مو لازم الواقع الافتراضي يكون نوع من الحلول. هلا خلينا نقول مثلا في ببعض التقنيات، مثل خلينا نقول المحاكاه للطيار الافتراضي. أوكي. انا الشخص من الصعب اني اطلع احطه على طائره فعليه فرضا، ففعليا هي التجربه هي بتعطيه مثل بتدخله بالجو، بحيث وقت بيطلع على طائرة فعلية بيكون عنده تصور، بس التصور أكيد ما حيكون مثل أنك أنت تكوني فعلاً عم تسوقي طيارة. مثلاً في محاكاة لتعليم القيادة السيارة، قد ما كانت هاي المحاكاة وصلت لمرحلة مستحيل تحسن توصله للمرحلة اللي هو يحسن يسوق. هي حل جذري، لأنه أنت بالأخير حلول هي بديلة لتقدر فعلاً تتماشى مع كتير تفاصيل بحياتك، إن كان تعليم، لأنه إذا تاخد تروح طيارة وقديش مكلفة وقديش لا، ممكن وصل هاي الفكرة لنسبة عالية من الناس كمان بطريقة افتراضية. تماماً جميلة. تماماً. وإذا رجعنا للتعليم الافتراضي، التعليم الافتراضي هلأ إيجابياته كتيرة. إيجابياته إنه مثلاً الطالب ما عاد مضطر يروح للمكان لحتى يحضر جلسة، ممكن تكون أوقاته شوي صعبة، ما يتكلف مادياً بالمواصلات. تماماً. مثلاً. بس أنا برأيي مثل ما ذكرتي إنه كل تقنية هي بالنهاية إلى جوانب سلبية، بس إذا شفنا الجوانب الإيجابية ممكن تكون بتغطي الجوانب السلبية، حتى خاصة إذا يعني الاستخدام السيء لهالتقنية ممكن يكون في له سلبيات، ما بنعرف شو ممكن تكون حسب كل مجال وكل اختصاص، ممكن يكون له سلبياته الخاصة فيه. نعم.
نحن يعني بالختام بدنا نتشكرك كثير على الإضاءة على الواقع الافتراضي، ولكن أكيد بالختام بدنا نحكي نصائح أو معلومات أخيرة عن هذا الواقع يلي هو اجتاح العالم. هلا الواقع الافتراضي للأسف في له مثلا من السلبيات تبعه صار في نوع مثلا مثل المخدرات الإلكترونية، وممكن يكون في له جانب سلبي كثير سيء. فيعني الإنسان دائما أي تقنية يحاول يستثمرها خلينا نقول من الجانب الجيد تبعه، إن كنا عم نحكي عن التعليم، إن كنا عم نحكي عن السياحة، إن كنا عم نحكي عن الطب، إن كنا عم نحكي عن التدريب، نحاول نستفيد منها بأكبر قدر ممكن، ونحاول نبعد عن هي السلبيات. حقيقة المستقبل لها، يعني نحن وقت نحكي عن الواقع الافتراضي والواقع المعزز مستقبلها كتير كبير، والتكنولوجيا هي بشكل عام مستقبلها كتير كبير. أكيد نتشكرك مهندس المعلوماتية طارق الساطي على وجودك معنا. مثل ما قلت، تعلم التكنولوجيا جميل، في له سلبيات لكن في له إيجابيات بنقدر نستثمرها بحياتنا اليومية. شكرا كثير لك. يسعد صباحكم. شكرا كثير ويسعد صباحك. نور لهون مع المكان الجميل والشمسات الحلوين. بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي. نحاول دائما نستمتع بالتفاصيل يلي عم نعيشها بحياتنا. يعني التفاصيل اليوم البسيطة، ما فكر بمبارح وما فكر ببكرة، لأنه بكرة بس ندعي إن شاء الله يكون أحسن وإن شاء الله يكون أحسن يا رب. نهاركم سعيد وشكرا يا نور. يعطيكي العافية ليا. مثل ما قلتي رحلتنا الصباحية وصلت للختام. من المتحف الوطني كنا معكم برحلتنا الصباحية. إن شاء الله يا رب نهاية نهار ممتع يحمل الخير والبركة والصحة والعافية لكم مشاهدينا. وتحيتنا دائما بالختام لحراس الأرض والأمان رجال الجيش العربي السوري. إلى اللقاء.